بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا ابو علي، ما خاب من تمسك بكم، امنا يا من لجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. وكم لله من لطف خفي. هذه الأبيات مجربة وقد رويت عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا أصبت بهم أو غم أو كرب اقرأ الأبيات، الله يفرج عنك الهم والغم. وهي مجربة ترى، وأنا مجربنها وينقلها الفيض الكاشاني في أحد كتب ماله، وعليها قصة بعد. وكم لله من لطف خفي، يدق خفاياه على الفهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر، إن مع العسر يسر. وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج يا كربة القلب الشجي. وكم أمر تساو به صباحا، وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما. فثق بالواحد الفرد علي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي. وبالمولى علي، يعني توسل، وبالمولى علي أبا تراب، وبالنور البهي
الفاطمي وبالأطهار أهل الذكر حقا سلالة أحمد ولد الوصي لكن ماذا فعلت هذه الأمة به؟ شو يقول الشاعر؟ أقول تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومسموم بسمع عناد. إيه هذا بسامرة يا وذاك بكربلاء أويلي وبطوس ذاك وذاك في بغداد لهفي وهل يجدي أسن لهفي على موسى بن جعفر علتي الإيجاد. آه ما زال ينقل في السجون مكابدا أويلي عض القيود ونهشته الأصفاد. آه آه قطع الرشيد عليه نفل صلاته قصريا وأظهر كاملا الأحقاد حتى إليه جسس الله أكبر وعليه نادى بالهوايا المناد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دائما يشكلون علينا بعض الناس لا سيما الجهل منهم، يعني مرة واحد يشكل عليك عالم شوية تتحمله، بس واحد جاهل ما يعرف كوعة من بوعة ويشكل عليك أو يقل الجماعة يسمع حكي وينقل كلام من دون وعي من دون تفهم من دون تفحص، وهذه مشكلة عندنا. يعني إذا واحد يسمع كلام وينقل كلام الناس من دون ما يعي الكلام ولا يعي نتائج الكلام ولا يتدبر في الكلام، والله يقول قالوا الناس زين، كل الناس اللي يقولون صح يعني، كل الناس اللي تقول عدل يعني، القرآن يقول وأكثرهم لا يعقلون، أدل ما أدل، وأكثرهم لا يفقهون، أكثرهم للحق شنو كارهون، مو كل كلام الناس عدل يا حجي وضعنا. وانت مو صحيح كل ما تسمع تقوله وتنقله وتكتبه في وسائل التواصل الاجتماعي غلط، هذا مو صحيح والله. الله يقول ترى المؤمنين قلة وما آمن معه إلا شنو قليل، صح ولا مو صحيح؟ ها إلا نصر أمير المؤمنين من بعد السقيفة كم 4-5 ك
كان الأمير المؤمنين يبي 40 شخص حتى ينصروني، ما حصل 40 شخص، واضح لمواضح. فأكثر الناس كلامه مو حجة، فينقل كلام يقول انتم ليش تقولون يا علي يا حسين انتم ناس مشركين، انتم ما تعبدون الله، تقولون يا علي يا محمد ويا علي كفياني، مو الله هو الكافي، أليس الله بكاف عبده، مو الله هو الكافي، عدل مو عدل، ليش تقول يا علي يا حسين؟ طبعا وخليك مشرك بسرعة سواك مشرك. إذا تعال اسمعني أنت أول، اسمعني أنا ليش أقول يا علي يا حسين عدل مو عدل؟ لا تستعجل علي، مرة واحدة خليتني مشرك وأبحت الدم مالي، مو صحيح عدل مو عدل. أنت تعال اسأل من عندي، يقول لي أنت ليش تقول يا علي يا حسين عدل مو عدل؟ أما مرة واحدة تسكني أنت مشرك لأن قلت يا علي يا حسين، هذا غلط. زين احنا أبناء يعقوب أخطأوا أذنبوا عصوا، ها أخذوا أخوهم يوسف ألقوا في غيابة الجوب، عدلوا مو عدل، سووا معصية سووا غلط. زين الله غفار الذنوب، ليش ما قالوا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا؟ ليش قالوا يا أبانا؟ عدلوا عدل، قالوا شنو يا أبانا؟ استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، عدلوا مو عدل. زين دول بعد كان سميتهم مشركين، عدلوا مو عدل. زين يعقوب الآن غير نبي، النبي عندنا معصوم، النبي فعله وتقريره وقوله حجة، النبي معصوم، فالنبي ما يقر الغلط وما يقر الخطأ وما يقر المعصية. إذا كان ده الطلب من يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوب، إذا كان ده الطلب خطأ ليش قبل يعقوب؟ ها؟ إذا قبول يعقوب لدى الطلب دليل على صحة الطلب، صحيح لا مو صحيح؟ مش ما قال لهم شرك هذا، لا قولوا يا الله اغفر لنا، عدل مو عدل؟ ليش تقول لي يعني؟ فلما قبل يعقوب الطلب هذا دليل على صحة الطلب، صحيح مو صحيح؟ لأن فعل يعقوب حجة، قال سوف أستغفر لكم ربي، إذن لبى الطلب، هذا مو بس قبل الطلب، قبل الطلب ولبى الطلب وقال سوف أستغفر لكم ربي. إذن ماكو إشكال بيه، شو الإشكال في ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الصلاة هي وسيلة، الصوم وسيلة، الحج وسيلة، هذه كلها تقربك إلى الله عز وجل. تولي أولياء الله، التبري من أعداء الله بعد وسيلة، واضح لي ولا؟ طلب دعاء المعصوم، طلب الدعاء من ولي الله هذا بعد وسيلة، شنو الإشكال في ذلك؟ هذا شخص مقرب إلى الله، ليه شأن عند الله، ليه كرامة عند الله، ليه وجاهة عند الله، ليه مقام عند الله، أبى الله إلا أن يستجيب دعائه. أنا قلت ليه ادعو لي؟ أنا ما قلت ليه شي ثاني، قلت ليه أنت تدعو الله بما لك من وجاهة ومقام عند الله، في أمان الله. مع السلامة، وين وجه الشرك ده؟ أنا ما قلت أنت يعقوب اقضي لي الحاجة، الله هو اللي يقضي الحوائج، الله هو الرزاق، لكن ببركة دعاء هذا الولي الله استجاب. شو الإشكال في ذلك؟ الله يبي يبين مقام ذا الولي، عظمة ذا الولي للناس والعالم، حتى الناس لما تعرف أن ليه مقام ودعاء مستجاب يتبعونه، عدل مو عدل؟ ينتهجون خطه، هذا معناته مو شيء ثاني. الآية تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم شنو سووا؟ جاءوك، ليش ما يولى الله؟ وانت تقول لي يا علي يا حسين يا محمد يا علي، زين نفس الآية تقول قول يا محمديني في الآية دي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم شنو جاءوك؟ جاءوا لمين؟ للهواء؟ للجن؟ للطير؟ لمن جاءوا؟ ليك يا محمد علم وعده، جاءوك انت محمد. فأنا لما أقول يا محمد، إذن أنا قاعد نسجم مع القرآن، قاعد موقفي يوافق القرآن، ما خالف القرآن، عدل مو عدل؟ انت لا تستعجل علي، خلف شب دياني ورا عيني، وضع لنا مو سهل ترميني بالشرك وتبيح دمي، عدل مو عدل؟ صعبة دي.
انت ترى هالفكر السلفي اللي اسسه ابن تيميه ما زال يعني له اثاره. هالاعدامات انت اللي تشوفها هنا وهناك هذه لها منبع فكري دين، ولا كثير من الناس لم يصدر منه ما يوجب القصاص، لم يقتل احد ولم يزني، الزنا بعد احصان اللي يوجب القتل ثلاث اشياء. اذا واحد قتل انسان عمدا هذا يقتص منه، ومقتل نفسا هذا يقتص منه، او من زنى بعد احصان، واحد عنده زوجه ومطيعه ومتمكن من الاتيان بها وهذا يروح يزني يعتدي على اعراض الناس هذا يقتل زنا بعد احصان، او كفر بعد ايمان، واضح لو واضح، هذا يقتل. هذا ما صدر منه لا قتل انسان عدل لو لا، ولا زنا بعد احصان، ولا ارتد بعد ايمان عدل، ما حيوي تقتله حقوه، تقتله ان في نظرك مشرك دي. واضح لا مشرك. هذا الفكر اللي اسسه ابن تيميه هو اللي قاعد يسود الساحه في بعض المناطق، واضح لا؟ ولا ماكو بينة على ان هذا قاتل او زنا بعد احصان او كفر بعد ايمان، ماكو بينة. وين بينة؟ واضح الموضوع؟ بس هاي مشكلة، هذا الفكر ده خطير، ده الفكر ده، هذا الحركات الإرهابية وسفك الدماء ده انت تشوفه، هذا جاي نتيجة تأسيس فكر إرهابي ولا أسسها هؤلاء القوم، واضح الموضوع؟ فأنا لما أنا أطرح دي السالفة أريدك أنت تتفهمني، أريدك تفهم شنو، ليش أقول أنا يا محمد ويا علي، مو لنا يا محمد يا علي ربه من دون الله، لا أنا أشهد بأن محمد في الصلاة أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا شنو عبده، أنا أقول عبده، شنو أقول بعد الرب، هذا ما أعرف. وبعدين تقول لي الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، إحنا قد نظلم أنفسنا، إحنا يوميا قاعد نظلم أنفسنا. أنت تأخر صلاة الصبح، إذا تأخرها عن وقتها وصليها قضى هذا الظلم، ظلمت نفسك عدل معدل. خمس ما تعطي، تقطع الرحم، ها تتكبر على الناس والأولاد، هذا كله ظلم دين. احنا قاعدين نظلم انفسنا يوميا، قاعدين نظلم انفسنا. تختاب مؤمن، سوي نميمه، ويل لكل همزه لمزه، اشرب عينك على واحد تحقيرا له، هذا ظلم عظيم. هذا 50,000 ظلم قاعدين نرتكب احنا يوميا. انت لما تصلي وحواسك ما هي في الصلاه، تصلي وما عندك خشوع قلب، هذا ظلم يعتبر، ظلمت نفسك عدل الموالي. ويل لمنو؟ للمصلين. منو؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. عدل ما عدل؟ انت كمصلي وقلبك ساهي، انت قاعد تظلم نفسك عدل ما عدل؟ احنا قاعدين نظلم انفسنا باشكال ورنا. ولو انهم ظلموا انفسهم شنو؟ جاءوك، اذا انا معذور. عدل ما عدل؟ هو الله يقول لي ترى اذا تبي انا اتقبل منك واغفر لك ذنبك لازم تجي للنبي. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. اذا هناك استغفارين لازم يصير، انت ايها المذنب لازم تستغفر، ولازم الرسول شنو؟ يستغفر لك. عدل مو عدل؟ تمام يا مو تمام؟ زين بتقول لي احنا النبي ميت، دول اموات ما يسمعون الكلام، من قال لك ذا الحكي؟ احسنتم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يعني شو يعني يرزقون؟ يعني ينتفعون باشياء. عدل ما عدل؟ اذا بعدين من قال لك ان الموت امر عدمي؟ الموت امر وجودي. يعني انت مثل ما كنت انت في بطن امك جنين تعيش عالم، الجنين في بطن امك هذا عالم من العوالم، وقبل لا تصير جنين كنت في عالم الارواح وفي عالم الذر من قبل. فانت في مرحله، انك قاعد تنتقل من مرحله الى مرحله، من مرحله وجود الى وجود شويه ارقى. انت لما كنت في عالم الذر كنت في عالم الارواح، هذا وجود، الله خلق الارواح قبل الابدان في بحث مفصل، بعدين الله نقلك لعالم بطن الام جنين.
بعدين جابك للدنيا دي، هذا كله وجود. بعدين بتروح للموت، الموت عالم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ عالم وجود، ولهذا الإنسان في عالم البرزخ عنده إدراك. شو معناه تلقين الميت؟ أنت لما تجي للميت وتلقنه تقول له يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان يسأل، أنت تخاطب من حجار، تخاطب صخر، تخاطب شخص عنده إدراك عدل ومعدل. لو ما عنده إدراك التلقين ما له معنى. صحيح لا مو صحيح؟ إذن الإدراك هذا نوع حياة. صحيح لا نوع واضح لو ما. فالموت مو أمر عدمي. الآية شو تقول؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شنو؟ الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت شيء مخلوق عدل ولا؟ فإذا صار شيء مخلوق صار وجود، ما صار عدم. تمام يا مو تمام؟ وين المصلى على محمد وعلى محمد؟ الذي خلق الموت. إذن الموت شيء مخلوق مو أمر عدم. شو تقول في سورة ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. إهني قتل، هذا آخر كلمة ليه قتل. شنو اسمه ده؟ شنو اسمه؟ وجاء من أقصى المدينة. من شنو اسمه؟ يلا قول. ما تعرف اسمه؟ اسمه حبيب النجار. إني آمنت بربكم فاسمعون. قتل، قتل ده الرجل. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي. هذه متى قالها؟ من بعد ما شاف الجنة وشاف النعيم والله غفر له، صار من المكرمين، اتمنى نفس المصير اللي صار له يتمنى لقومه. هذا متى تمناه؟ لما راح قيل ادخل فورا من قتل راح الجنة. قيل ادخل الجنة قال، تكلم، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي شنو وجعلني من المكرمين. إذا دخل الجنة وصار من المكرمين وتمنى لقومي نفس المصير فقال. إذا هذا ميت تكلم بعد الموت. صحيح ولا مو صحيح؟ عدل مو عدل؟ تمام مو تمام؟ انت لازم تعرف الادله لما يناقشونك، عندك سلاح من الادله. هذه فائده المجالس، هذه توعيه. يتقوى عندك الدليل، الثقافه تتقوى عندك، العقيده تتقوى عندك. هو هذا الهدف من المنبر، تثبيت العقائد الحق، تصحيح الفكر، تعليم الناس الاخلاق. هو هذا الاصل. قيل ادخل الجنه، ايش تستفيد انت اذا قتل المؤمن؟ وين مكانه؟ فورا الجنة. ولهذا قال في الحديث القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. وعدنا في بعض الروايات إذا سقط الشهيد من على صهوة جواده سقط في أحضان الحور عين. واضح لما أقول إذن جنة حور عين ويني وفي الجنة. تمام يا متى؟ قيل ادخل الجنة قال. إذن أكو واحد تكلم بعد الموت. فأنت لا تصور الموت أمر عدم. آية أخرى وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. هذه واضحة، الله يرى الأعمال، الله هو حي. أدله لا زين. فسيرى الله عملكم وبعد ورسوله. رسول الله حوائن ورسول غير في البرزخ ميت. رسول الله شلون يرى الأعمال؟ إذن حي أدله لا، عنده إدراك، عنده فهم، عنده تعقل. أدله لا، ويميز الخبيث من الطيب.
فسير الله عملكم ورسوله وبعد منه والمؤمنون. أي مؤمنون دول؟ إيش مقصود منهم؟ لا، المقصود منهم الأئمة الأطهار، أولهم علي، آخرهم الإمام الحجة سلام الله عليه، وهو حي يرزق الإمام الحجة. بس الآن الأعمال غير تعرض على الأئمة. عندنا رواية إن أعمال العباد يوم الاثنين يوم الخميس تعرض على الرسول وعلى الأئمة. زين الأئمة اللي هو علي والحسن والحسين وزين العابدين والإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، ذولا الآن تعرض عليهم. وين تعرض الأئمة؟ وين تعرض الأعمال؟ غير في عالم البرزخ. إذن هذه الآية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تدل على أن ذولا أحياء عندهم إدراك عدلهم عندهم. فلما نقول يا محمد يا علي يسمعوني عدلهم. وانا شو اقول لهم؟ اقول لهم اطلب منكم النصره، ادعوا الله بان ينصرني. هذا اكثر، هذا ماكو، ما قلت شيء غلط. اكو ايه اخرى الحين، من المغني؟ سؤال، من المغني؟ الله. اكو غير الله مغني؟ لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ المغني هو الله. اكو غير الله مغني لو لا؟ اي باذن الله. احد من الخالق؟ الله. اكو خالق غير الله؟ لا اكو، بس باذن الله. العيسى، اني اخلق لكم، يقول اني اخلق لكم، نسب الخلق الى عدل وعدين، اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فيكون طيرا باذن الله. اذا هو خالق باذن الله. من المحيي؟ الله. اكو غير الله محيي؟ إيه؟ باذن الله، محيي باذن الله، وهو عيسى. أحيي الموتى بإذن الله. من الـ من الـ من الـ من الـ من المشافي؟ من الشافي؟ من الله. أكو غيره؟ نعم بإذن الله، وهو عيسى. أبرأ لك، أبرأ الأكمة والأبرص. إذن ممكن الله أدل ولا هو خالق ويعطي نفس هاي الصفة بس بحدود معينة لبعض أنبيائه ورسله. شو الإشكال في ذلك؟ شنو تقول الآية؟ وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذا صار رسول الله مغني له مو مغني؟ إذا مغني، زين وين رسول الله حين قاعد؟ في البرزخ. زين هو قاعد في البرزخ ويغني؟ إيه يغني. الآية تقول بعد، الآية تقول بعد، وما نقموا منهم إلا أن شنو؟ أغناهم الله ومنه ورسوله من فضله. إذا رسول الله يغني له ما يغني؟ هذه كلها أدلة. أنا معذول لما أقول يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصراي. يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني، أدركني الغوث، الغوث، الساعة، الساعة، العجل، 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطريق. إذن لما أنا أناديهم يسمعونهم، يسمعوني. شنو الحديث يقول؟ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. شلون يعني إذا ماتوا انتبهوا؟ إذا الموت أمر عدمي وخلاص، إذا واحد مات خلاص انتهى، إذا شلون ينتبه؟ إذا الانتباه دليل الإدراك، دليل أكو نوع من الحياة. صحيح أو مو صحيح؟ إذا مع هالأدلة هذه أنت مين صح تقول لي أنا ما قاعد أشرك بعبادة الله؟ أنا أعبد الله الذي لا إله إلا الله وأمتثل لأمر الله حيث الله أمرني بالرجوع للنبي. أكثر من هذا ماكو. فليش ليش 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 هالتهم الباطلة على أساسها؟ ليش تستعجل في الحكي؟ انت ما تدري مش تقول آية وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لو هو احاط بالأدلة علما بعد يقول ذا الحكي؟ الا ذا مكابر يصير، الا ذا مكابر. فالتوسل، وهل قد ناس توسلوا عدل بالنبي وآله وحصلوا حوائج وقضيت لهم حوائج؟ صحيح لهم صحيح.
أكو عندنا قاعدة في الحكمة تقول الحدوث دليل الإمكان. شنو الحدوث؟ شنو دليل الإمكان؟ أحين لما أنا أقول لك أحين مثلا واحد يسأل هل ممكن مثلا 50 طن من الحديد؟ سؤال. 50 طن 50,000 كيلو حديد يتجمع على بعضه ويطير في الهواء، هل ده شيء ممكن؟ سؤال. 50,000 طن حديد، زين 50,000 كيلو قول ها حديد يطير في الهواء، هذا الشيء ممكن لو ما ممكن؟ سؤال. انا اقول الحدوث، الحدوث دليل الامكان. اكو قدام عيونك شفت انت عدل ولا لا؟ اكو طائره كم طن فيها من الحديد؟ اكو طارت عدل ولا مو عدل؟ فلما شفت الحدث امام عيني هذا دليل على انه هذا الشيء ممكن، صحيح ولا لا؟ الحدوث دليل امكان، لما هذا الشيء في الخارج تحقق وقدام عين تحقق، اذا الشيء ممكن مو محال. هذا اللي له الحدوث شنو دليل الامكان. اكون اقول شايف قدام عيوني واحد ضرير اعمى من ولد، هو اعمى ودوا للإمام الرضا سلام الله عليه وزار الإمام الرضا وتوسل بالإمام. يتوسل بالإمام يعني شنو؟ يقول لي أيها الإمام الرضا أنت لك وجاهة عند الله، لك مقام عند الله، أدعو الله لي أكثر من هذا. ما الإمام يدعو لأنه حي يرزق عنده إدراك عدل معدل. دعا لي الإمام، من اللي خلاه بصير؟ من اللي فتح عيونه؟ الله الله خلاه فتح عيونه عدل معدل، بس بلك الدعاء الإمام. فهذا فتح فتح وقام يشوف الدنيا والعالم، هذه حقيقة القضية. والتموا على الناس واللي بالبركة واللي يود ثيابه والآخر يعني، ومستغرب لأنه أول مرة يشوف الألوان. هذا قضية صايرة قدام عيوني هذا اللي وعدي. فالحدوث دليل الإمكان، إذا ممكن ده الشيء يتحقق. واحد مبتلى بالسرطان، واحد مبتلى والعياذ بالله بكذا مرض، واحد عليه ديون، واحد محتاج، يعني اكو حوائج تقضى واكو كتب ألفت. كرامات الامام الرضا، كرامات الامام الحسين سلام الله عليه، اكو قصص قاعدين نشوفها. بالله عليك 14 مليون زائر بس في الصيف الامام الرضا، 14 مليون زائر يروحوا له، مو شيء بسيطه. زدوا له 14 مليون زائر، عقل ما عندهم، فهم ما حتما حمصرين شيء، شايفين شيء عدله واحده ولا ما يروحون هالقد ناس. 14 مليون زائر بس خلال 3 شهور، يعني سنويا 30 مليون زائر. اذا اكو شيء، اكو شيء. فالإنسان لا يسرع في توجيه التهم الباطلة، خصوصا التهم اللي تبيح الدين، تسفك دين. هذا مسلم أخوك المسلم، وهم عندهم ترى إذا شفتوا ناس مصلين زين في مذاهب مخالفين، إذا شفت واحد يصلي هذا ما يجوز تقتله. تقتل متى؟ إذا ارتكب جرم كقتل نفسا بريئا أو زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان. كفر بعد إيمان هذه بعد فيها تفصيل، أكو عندنا مرتد فطري ومرتد ملي، وفي بعض الصور يستتاب مو بس مرة واحدة على اقتل. فهذه مسألة جدا مهمة. الإمام الكاظم، احنا نختم على الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم سلام الله عليه مجرب في قضاء الحوائج، ومن أحد ألقابه باب الحوائج. باب الحوائج اللي عدة ألقاب، بس هذه من أحد ألقابه باب الحوائج. السن نفسهم، الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد، هذا من أعاظم علماء السن، ينقل عن أبي علي الخلال، واحد اسمه أبي علي الخلال، أبو علي الخلال، يقول ما أصبت بهم ف
فذهبت إلى موسى بن جعفر وتوسلت بقبر الإمام موسى بن جعفر إلا وسهل الله لي ما أحب. هذا منه أبي علي الخلال. هذا الإمام في عالم البرزخ هو نفس الإمام في حياته. في حياة الإمام إجا واحد، شوف سبحان الله، يعني ذول أئمتنا، شوف تقرأ أنت في شعبان، شهر شعبان هذه الصلوات جدا مهمة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، خوش معاني بها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم شنو؟ لاحق. اللازم لهم مو بس فكريا وعقاديا، حتى أخلاقيا. يعني إذا إحنا أتباع أهل البيت، إذا إحنا نؤمن بأهل البيت ونعتقد أن إحنا الفرقة الناجية بإذن الله، ونعتقد أن إحنا على الحق، وإن شاء الله كلنا إلى الجنة بشفاعة أهل البيت، بس لازم يصير أخلاقنا بعد قريبة لأخلاق أهل البيت، مو يضرب بعضنا بعضا ويفسق بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا. على خطيب نتهاوش ونتعارك، على إدارة مسجد نتعارك، على إدارة حسينية نتعارك، هذا موجود ترى، وتوصل لمحاكم وشرطة ونتضارب بعض. أنا شفت ناس يضرب بعضهم بعضهم في الماتم، هذا مو أخلاق أهل البيت. الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا إحنا ما يرحم بعضنا بعضا الله يسلط علينا من لا يرحم. هذه قاعدة، كيفما تكونوا يولى عليكم، هذه قاعدة دي. حاكم متسلط علينا يقتل فينا ويسبي فينا ويأذينا ويعذبنا، هذا لأن إحنا مو خوش أوادم. لو إحنا خوش أوادم الله يسلط علينا خوش آدم، هذه قاعدة موجودة. كيفما تكونوا شنو يولى عليك. احنا اخوك المؤمن يجيك في حاجه ما تقضي له حاجه، عده في الحديث من جاء الى اخو المؤمن في حاجه وهو قادر عليها ولم يقضها له حرم الله عليه ريح الجنه. واللازم ولهم لاحق، لازم شنو؟ مو بس عقائديا، اخلاقك ويا زوجتك ويا اولادك ويا جيرانك ويا مجتمعك شلون تكون؟ هل يرحم بعضكم بعضا؟ هل ينصف بعضكم؟ شو يقول الامام الحجه؟ يقول اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحمه. اقول شنو بعدين؟ وتفضل على الامراء بالعدل والشفقه وعلى الرعيه شنو؟ بالانصاف وحسن السيره. احنا ننصف بعضنا البعض، ننصف بعضنا البعض، هاي مشكله. واللازم لهم لاحق شو؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، الكهف الحصين شنو؟ وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، فهم مأوى، مأوى في حياتهم، مأوى بعد مماتهم هم مأوى. في واحد اسمه حماد بن عيسى الكوفي البصري، هذا من أصحاب أربعة أئمة، توفي في زمان الإمام الجواد سلام الله عليه، يعني لحق على الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد، أربع أئمة، وهو يعتبر من أصحاب الإجماع. هذا تدرسون علم الرجال في الحوزة يسمونهم من أصحاب الإجماع، هذا الشيخ حماد بن عيسى الكوفي البصري، أطبقت الطائفة على صحة ما يروي. هذا كل ما يروي يعني صح. هذا طال عمرك إجا للإمام الكاظم، قال للإمام محتاج أربع شغلات. قال للإمام أريد تدعو لي الله يرزقني دارا، بيت، كل واحد يبي بيت، عدل ولا
عندنا في الحديث من سعادة المرأة ثلاث، شنو؟ الدار الوسيعة والزوجة المطيعة والدابة السريعة. قال اطلب من الله أن يرزقني دارا وزوجة وولدا وخدما والحج كل سنة. خمس شغلات، اكو شغلات مادية واكو شغلات معنوية. زين واحد يركز على القضايا المعنوية، مو بس انت حين مديون وتبي من الامام يدعو الله يقضي دينك، هذا زين. عندك مرض، ركبك تعورك، ظهرك تعورك، فيك مرض الرئة، هذا زين. القضايا المالية زين، المادية زين، ما اقول لك مو زين، بس بعد اكو قضايا معنوية، ادعو الله يخليك من المتقين. هذا لا يعطيك أخلاق المتقين، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، عدلهم عدل. الأخلاق الحسنة بعد زينة. إذا الله أعطاك أخلاق حسنة، تعرف شنو الأخلاق الحسنة نتيجتها؟ تعرف شنو نتيجتها؟ شو تقول الحديث؟ في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، كنوز الأرزاق تحصل. حسن الخلق يزيد في الرزق، حسن الخلق. عدل لا. عندك بيت وزوجة لكن انت بخيل، المرة ما تشتهي البخيل، واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أنا وصلت لي مشاكل، وصلت للطلاق بسبب بخل الرجل. البخل عار، أمير المؤمنين سلام الله عليه، البخل عار. تعرف معنات عار؟ يعني هذا البخيل إذا مات أولاده يعيرونهم الناس، لا تتوقعوا منهم شيء، ترى أبوهم بخيل. أدل صير عار. البخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة. فأخلاق حسنة، هذا شنو طلب؟ طلب دارا وزوجة وولدا وخدما وشنو؟ والحج كل سنة. الحج أمر معنوي، صحيح مو صحيح؟ شوف انت في زيارة امين الله، لما هذه زيارة امين الله مستحب تزور بها كل امام، شنو تقول في البداية؟ السلام عليك أمين الله في أرضه وحجته على عباده. تقول اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوتك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابق آلائك، مشتاقة إلى فرحتي لقاء. كلها أشياء معنوية. يعني انت لما تروح تزور الامام لا تفكر الا بس في حاجتك، ديري القضي، زوجة ابي، لا فكر بعد في هالامور، حسن العاقبة، الاخلاق الحسنة، هذه هي. والحجة شنو؟ كل سنة. الامام كريم ودعاء مستجاب، وهو بعد عارف ان دعاء الامام مستجاب. عدل ولا تحل تروح لواحد هنا غني عندك، يقول لي سوي لي فيلا وبسيارة لكسس وزواج شغالي ب5000 دينار، بس عاد ولد ما يقدر يعطيك ولد لأن بيد الله عدل المعدل. تمام تمام يا لام، ما يسوي هلك إلا القليل، إلا القليل. ترى أكثر الأغنياء أبو خلاء، واسأل مجرب ولا تعلم مجرب، يعني الغني كل ما يزداد غنى يزداد بخل، إلا القليل منه، إلا القليل. ما أقول لك يعني. فدعا الإمام له والله، قال اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام بدل الصلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقه دارا وزوجة وولدا، اسمع الحكي، وولدا وخدما والحج 50 سنة. شوف بركة الإمام. قال شنو؟ والحج كم؟ 50 سنة. هو شنو قال؟ قال والحج كل سنة.
قال بدار وزوجه وولد وخدم وشنو والحجة كل سنة. الإمام شنو قال؟ قال 50 سنة. وهذا ما يدل على أن الإمام مطلع على الغيب بإذن الله. حج 50 سنة دش حماد بن عيسى الكوفي البصري. طال عمرك خلص 50 سنة. الحين الناس اللي وياه الأصحاب أصدقاء يبون يشوفون ده السنة 51 بحج له لا يبون شنو يشوفون الإمام كلامه صدق له كذب. وراح وهو بعد متوقع إنه يحج بس الإمام حدد 50 سنة. راح إلى مكان الإحرام حتى يحرم. المكان اسمه القناة، محل الإحرام ده وادي القناة يسمونه. فأثناء الغسل جاء سيل وجرفه ومات غرقا. واضح الموضوع؟ إذن بس 50 سنة. واضح الموضوع؟ كلام الإمام صحيح. فالإمام سلام الله عليه دعا وشون بركة الإمام وجعلني مباركا أينما كنت في حياته مبارك بعد مماته مبارك. اي نعم الوقت انتهى بعد. صلى على محمد وآل محمد. وين ما لا صلاتكم ضعوف. شوف هالحج الوجه الطيب حباب، كلكم حبابين لطيفين وجوه طيبة. الحمد لله رب كل شيء ما عندنا كله من الله وأهل البيت هذا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني وثبتنا على ولايتهم. شو تقول في دعاء الشعبان هذا الظهر عند الظهر؟ هذا تقول عند الظهر مو ورا صلاة الظهر، لا عند الظهر تدعو بهذا الدعاء عند الظهر مو بعد صلاة الظهر، لا صلاة الظهر ادعو. اللهم صل على محمد شجرة النبوة. شو تقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار شنو الذين أوجبت حقوقهم وفرضت ولايتهم. هذا لا الله إن شاء الله يثبتنا على هالولاية إلى آخر لحظة من الموت إن شاء الله. ابن طاووس خوش زيارة عنده في مصباح الزائر يزور بهالإمام علي، يزور بهالإمام الكاظم سلام الله عليه. احنا نزور هالزيارة هم توسل بالإمام وأبيات على الإمام سلام الله عليه. اللهم صل على موسى بن جعفر وصي ووارث السكينة والوقار الله والحكم والآثار المحيي الليل من الشهر الذي يحيي الليل بالشهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار. الله حليف السجدة الطويلة كان يسجد لأبي وأمي من بعد صلاة الصبح إلى الزوال سجدة طويلة يقول اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. حليف
الشدة الطويلة الله والدموع الغزيرة الله والمناجات الكثيرة اي والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل الله والندى والبذل مألف البلوى كل بلوى لمس 18 الله أكبر مألف البلوى والصبر المضطهد بالظلم الله والمقبور بالجور السجن مقبرة الأحياء السجن مقبرة الأحياء الله أكبر والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون الله أكبر والمعذب في قعر السجون وظلم المطاب بالشاق المرضوم وإماما حطوا 30 رطل من الحديد في ساق الإمام وإماما بالشاق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بالاستخفاف يقول هذا إمام النافضة طلعوا من السجين بعد ما فتتوا كبده بذلك السوم أخذ يخشى على الإمام ساعة بعد ساعة عرق جبينه سكن أنينه غمض عينيه مدد يديه ورجليه وفاضت روحه الطاهرة وظلت الشيعة تروح والحالة فضيعة ينادون بالذلة ومصيبتهم شنيعة يا الله وإمامه ما سيدا فوق الجسر مطروح يا كعبة
عدنان وضار قلة الغيرة عن جسر بغداد ارفعوا الشيخ العشيرة ذبوا العمايم وشويب جانب سريرة ثوروا ترى ما من صديق عليه ينرى وضعوا على جسر الرصافة نحشه وعليه نادى بالهوان منادي يا الله تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله أمجاد يا الله إلهي بحق موسى بن جعفر عليه السلام فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا سهل مطالبنا يسر أمورنا اشف مرضانا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم اعطنا السعة في الرزق والأمن في الوطن والقوة في البدن والصحة في الجسم والسلامة في الدين وقرة العين في الأهل والمال والولد يا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات